ربيع السيد عنده 32 سنة، عنده 3 أولاد وعنده ورم أدى إلى بتر ذراعه الشمال، وساب شغله ومحتاج مشروع. وكمان أم أحمد مطلقة وعندها ولد وبنت في مراحل تعليم مختلفة، وعندها كشك ومحتاجة بضاعة، وكمان أم محمد عندها 3 أولاد ومحتاجة لبضاعة عشان تكمل تعليم أولادها. الحمد لله مؤسسة واحد من الناس قدرنا نعمل الثلاثة مشاريع ونسلمهم بضاعة عشان يقدروا يعيشوا وتبقى مصدر رزق ليهم إن شاء الله. تعالوا نشوفهم بعد ما بدأوا مشاريعهم الجديدة أخبارهم إيه. حصل لي تعب كده ووصلت لمرحلة الإهمال بتاع مستشفى معهد الأورام، وصل لدراعي الشمال، حصل عملية بتر، وبعد كده رحت واحد من الناس عشان أقدم على مشروع عشان أفتح على بيتي وعلى عيالي. إن أنا رحت جايب محل يجيبوا لي شوية بضاعة أفتح بيتي بيه. الله يجازيك كل خير ويهدي الصحة ويكفي شر المريض. اتصلت بواحد من الناس، اتفرجت عليه في التلفزيون وقدمت ورقي وطلبوا مني بحث، عملته، طلبوا مني ورق وعملته، واتصلوا بي قالوا لي تعالي خد البضاعة اللي انت عايزاها، عشان كان معي انا معايا 3 عيال في مراحل في التعليم مختلفة، وعشان اقدر اصرف عليهم وكده، فهم لبوا لي طلبي وجيت اخد دلوقتي وفرحانة ومبسوطة ان انا جاية اخد البضاعة الايه اللي انا هاخدها عشان اصرف منها على عيالي. قلت هياخد فتره لحد ما يوافقوا، او مثلا اذا كان هيبقى فيه مشروع فعلا ولا لا، بس الحمد لله يعني ربنا سهل واتصلوا بيا. طبعا كنت مبسوطه، ما كنتش عارفه ان هو يحصل كده، بس الحمد لله يعني ربنا يعلم بظروفي انا بس، فربنا يستر ان شاء الله. بس بعد ما اتصلوا بيا وجيت النهارده اهوت عشان استلم البضاعه. احنا النهارده موجودين علشان نسلم 3 مشاريع بقاله، 3 حالات من حالات المؤسسه، وان شاء الله احنا لسه مكملين، عندنا لسه مشروعات كتيره جدا تنمويه.